حبايبي جريد فور، تعالوا كده نعمل ريفيجن بسيطة عشان ناخد كل اللي احنا اخدناه ونجمعه مع بعض. هنا بيقول لي 50 تايمز 20 ايكوال، بس راح حاطط لي في الايكوال كلمة ايه؟ 10. ازاي يا مستر رحيل؟ اقول له بمنتهى البساطة تعالى ناخد ال 50 تايمز ايه؟ 20 لوحدها. 50 تايمز 20، بص بقى معايا، ادي 50 وهعمل لا سوري 50 تايمز 20. يلا 0 تايمز اني نمبر؟ 0. يبقى دي 0 وكمان 0. هنروح ناخد مين؟ 2. ينفع ابتدي بال 2 يا مستر كده على طول؟ لا نيجي في اليونت بيجي 0 كبير اهو. يلا 2 تايمز 0؟ 0. 2 تايمز 5؟ 10. 10 للناس النايمة. وهعمل بلس 0001. تعالى بقى اجي اب اكتب هنا الانسر بتاعتي واقول له انت علمتني زمان لما يبقى في الانسر في الناحيه الثانيه في تنس، يعني انا معايا هنا 10 بزيرو، معايا ايه؟ 10 بزيرو. زيرو هكنسل زيرو زيرو. وات از ذا ريميندر؟ 100. طب تعالى كده نفس المساله هي بس قال لي ايكوال وحط لي هنا كلمه 100 100. اقول له استنى يا مستر انت علمتني، انا بعدت بكلمه 100 سوري، ادي كلمه 100. ال 100 هاو ماني زيروز؟ 2 2 2 2. هروح جاي يا مستر هنا وكنسل كام زيرو؟ 2. واسال نفسي وات از ذا ريميندر؟ 10. نفس السؤال هو يجي يقول لي 1000. اسال نفسي هاو ماني زيرو؟ 3. ادي 3 وكنسل 3 مع 3. وات از ذا ريميندر؟ 1. اكتب ال 1. يبقى انا دلوقتي اقدر اعمل لك كونكشن، اربط لك انا بعمل تايمز وهنا في الانسر هاو ماني تنز، هاو ماني هاندردز، هاو ماني ثاوزندز. ودينا عملنا 3 اكزامبلز على مساله واحده. بص معايا كده حبيبي، بيقول لي 652 تايمز 4 والناحيه الثانيه 652 تايمز 5. يا ترى اختار less more or equal؟ استنى يا عم، انا عارف ان الناس كتير هتقول اللي قالته ده، انا اعمل تايمز. اقول له اصبر اتعلم تعمل كومبير. يعني ايه يا مستر كومبير؟ يعني نشوف النمبر ده 650 وهناك 652. ايه ده يا مستر؟ دول ايه؟ ايكوال ايكوال مش كده؟ باي باي. وات از ذا ريميندر هنا؟ 4. وات از ذا ريميندر؟ 5. ويتش از بيجر؟ 5. من غير ما اعمل تايمز فكر تاني. اه صح، زمان جريد 2 و3 كنت اقول لك اعمل تايمز اعمل تايمز. استنى يا مستر، لو لقيناهم سيم نمبر سيم نمبر يعني ايكوال نمبر نفس النمبر، طب ما انا كنسله اتعب نفسي ليه؟ هنا الريميندر بقت كام؟ وهنا ابتدي اعمل الكومبير 4 5. يا مستر ال 5 هي اللي مهم. فينش وفي ثانيه نقول تاني. طب تعالى نقولها تاني بشكل تاني، خد بالك معايا. باي 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 باي. هعمل هنا ديفايد 3 وهنا هعمل ديفايد 5. هل يا مستر اتعب نفسي واخد دي اعمل لها ديفايد واخد دي اعمل لها ديفايد؟ لا. اول حاجه هنتعلم نعمل ايه؟ ها؟ كومبير. النمبر ده سيم للنمبر ده؟ ايكوال. يبقى نعمل ايه؟ من غير ما اعمل ديفايد ابتدي اسال وات از ذا ريميندر؟ 3. وات از ذا ريميندر؟ ويتش از بيجر؟ شكرا يا مستر. انتوا فاهمين حاجه؟ ايه ده يا مستر؟ يعني انا في التايمز والديفايد ما اتسرعش واجري واضيع وقت؟ لا، اتاكد لما اشاور لك بعيني كده، يعني انا اعمل كومبير للنمبرز. يا مستر طلعوا ايكوال نمبر، اعمل ايه؟ كنسلهم. يا مستر ادينا بناكد تاني، مسالتي تايمز مسالتي ديفايد بس في كومبير ما اتسرعش، ادور يمكن الاقي سيم نمبر فكنسلهم. طب تعالوا نشوف كده، هنا بيقول لي ايه؟ تو نمبرز اعملهم بلس
تو نمبرز اعمل لهم ماينس. هل يا مستر اتعب واشتغل بلس واشتغل ماينس وبعدين اعمل كومبير؟ اقول له لا، ما انت هو بتعلمني حاجه ثانيه. تعالوا نشوف هنا النمبر ده هو ده؟ لا لا، هنا فاين. اه ايه ده؟ بس خد بالك ده انا ممكن كمان اعمله لك هو هو. ايه رايك بقى؟ اهو ايوه كنسل. استنى بقى في التايمز والديفايد. ايوه تعالى بقى نشوف ده. تخيل لو انا بقول 5 هعمل لها بلس 3 والناحيه الثانيه ال 5 هعمل لها ماينس 3، تفتكر ويتش از بيجر؟ البلس. تاني بقى في البلس والماينس اوعى تكنسل، لكن تعملها منتال بعقلك. يا مستر النمبر ده هعمله بلس يعني هيعمل انكريز، هيزيد. النمبر هنا هنعمل له ايه؟ ماينس، يبقى ديكريز، هيقل. منتال افهم، النمبر ده لما اعمل له بلس هيبقى انكريز يكبر، النمبر لما اعمله ماينس ديكريز هيقل. يبقى من غير ما اعمل بلس من غير ما اعمل ماينس دول سيم نمبر. اقول لنفسي اكيد يا مستر لما اعمل بلس هيبقى ايه؟ بيجر، لما اعمل له ماينس سمولر. ساعتها بقى يلا نعمل الكومبير، مين البيجر؟ الفيرست. يبقى ياخد يا مس البلس. يبقى لما يبقوا سيم نمبر البلس يخليه بيجر، الماينس ومن غير ما اعمل لا بلس ولا ماينس. يا مستر فهمتوا حاجه؟ نقول تاني؟ شكرا يا مستر. مديني 3 نمبرز تايمز، ما تتخضش. وهنا 5 تنس تايمز 100 برضه ما تتخضش. عايز يا مستر اخلي دي سمبلست فورم، ابسطها. فانا اتعلمت ان انا لما الاقي كلمه تنس زيرو. قبل ما نعمل برضه تايمز تعالى نبسطها ازاي. هنا 1 0 2 0 اكنسل من الليفت من الناحيه الشمال دي 2 0 واروح اكنسل من هنا 1 2 باي باي 1 2 باي باي. تعالى بقى هنا اكتب لي الريميندر، ايه اللي اتبقى؟ 6 تايمز 7 بس. اه بس تعالى هنا ايه اللي اتبقى؟ 1. طب ما هو يا بابا تايمز تايمز 1 تايمز 1 مش هيغير حاجه. تايمز 1 مش هيغير حاجه، بس ما تتخضش ما نسيتش حاجه انا. تعالى بقى هنا، ها وات از ذا ريميندر؟ 50. 50 اكسلنت. الله دي بقت 50 حاجه صغنطوطه. تعالى هنا 6 تايمز 7 42. شكرا. يلا بقى الكومبير يا مستر 50. ايه رايكم تاني؟ كانوا 3 نمبرز، اوعى تتسرع اصبر بس. وهناك في كلمه كمان تنس، نمبر 1 التنس بزيرو، نمبر 2 اكنسل زيرو من الرايت مع زيرو من الليفت، زيرو من الرايت مع زيرو من الليفت. وات از ذا ريميندر؟ هنا 50. هنا وات از ذا ريميندر؟ 6 تايمز 7. طب يا مستر قول 1. يا مستر اي نمبر تايمز 1 سيم نمبر مش هيغيره. 6 تايمز 7 ايكوال 42. وهنا الريميندر بقى كام؟ يا ترى دلوقتي اقدر اعمل الكومبير؟ اه يبقى احنا بنشتغل منتال يا مستر، بنشغل عقلنا مش يلا ناس حافظه. لسه في شغل المنتال، ازاي تشغل عقلك قبل ما تمسك قلم وتيلا بسرعه. احنا ناس بنفهم مش حافظين. برضو كومبير يا مستر، دي مسالتي ايه؟ ماينس وهنا ديفايد. هل يا مستر اكنسل زيرو مع زيرو؟ لا. ليه يا مستر؟ اقول له في الماينس ما ينفعش. في الماينس اعمل ايه الاول؟ ماينس. اه بص بقى عشان ما اضيعش وقت، هروح واخد ال 120 هكتبها رايت اندر 200 كده من غير درافت. ايوه ما اوفر يا مستر. 0 ماينس 0 0 ماينس 2 كانت بي، ال 2 بيكمز 1 وال 0 بيكمز 10 ماينس 2 1 ماينس 0. شكرا. يبقى انا جبت السبتراكت بتاعي، الماينس بتاعي، الريميندر بتاعي، الليفت بتاعي. تعال بقى هنا عايز اعمل ديفايد. لا يا مستر ده انا اعمل ال 160 اهي وادي 2 ديجيت باي ديجيت.
الوان لس ناخد 2 ديجيتس 16 8 اصل انا رحت تيبل 2 يا 2 اعمل لك تايمز كام عشان تديني ايكوال 16 eight. ها 8 رايت داون كام 16 وهنعمل ايه زيروهات خلصت لا ازعل لسه معايا مين زيرو هعمل له ايه زيرو. وارجع اخده واعمل له ايه Five. وزيرو ديفايد اني نمبر زيرو يبقى الانسر بتاع دي ادتني كام إيه. يلا بقى نعمل إيه. كومبير إيه. شكرا نقول تاني لا متاكدين أوه. شكرا